أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها المشاهدون الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير والعافية. نلتقي مجدداً في قناتي الرائعة والممتازة، فإن شاء الله معكم في نور القمرية من جامعة سنن أمير الإسلامية الحكومية بسرابية. أدعو إليكم لتعرفوا بعض سياحة سرابيا الرخيصة والمبهجة بل بدون الدفع دون إفراغ جيوبكم. هل أنتم من الفضول؟ شاهدوا هذا الفيديو ولا تنسوا إعجاب وتعليق ومشاركة. في هذه الفرصة أريد أن أدعو إليكم رحلة إلى أحد أركان مدينة سرابيا التي تتمتع بسحر تاريخي قوي. أي سياحة ذلك؟ هيا اتبعونني. قديمة سرابيا، هنا يمكنكم أن تجدوا على العديد من المباني القديمة التي لا تزال بحالة جيدة. كل زاوية هنا يمكنها أن تكون خلفية رائعة للصور مع هندسة البناء الفريدة وأجواء عتيقة. بصرف النظر عن ذلك، تستطيعون أيضا السفر حول المدينة باستخدام الدراجة أو البتشا. السياحة الثانية وهي السياحة الدينية سنن أمير سرابيا، ماذا يمكننا أن نفعل هنا؟ ولماذا هذا المكان خاص جدا؟ هل تريدون أن تعرفوا؟ هيا اتبعونني. أمبيل واسمه الحقيقي رادين رحمت هو عالم عظيم وله دور مهم في نشر الإسلام في جزيرة جاوة، وأصبح قبره مقصد زيارة للمسلمين خاصة في إندونيسيا. وبصرف النظر عن الزيارة، يوجد أيضا مركز للتسوق مثل الملابس وسجادة الصلاة والعمائم والكولنسوا والأباءات وما إلى ذلك، وهنا كثير من المأكولات التي يمكنكم أن تجربوها. إذن لا ترتبكوا لبحث الهدايا في هذه مكان السياحة الدينية. السياحة الثالثة وهي السياحة شارع قنجمان، تحتوي هذه السياحة على مزيج من التاريخ والحداثة، ويمكنكم أن تجدوا المباني القديمة جنبا من جنب مع المقاهي المعاصرة. خلق مزيج فريد من الماضي والحاضر.
تذهبون إلى هنا تستطيعون أن تتوقفوا إلى أحد المقاهي حول هذا الشريط الجمال أو للجلوس والاسترخاء على أحد المقاعد حول هذا الشريط الجمال. ولا تنسوا إذا تذهبون إلى هنا أن تتوقفوا إلى المتحف سيولا. ما أجمل المباني وما أجمل الأجواء الليلة وما أجمل الاستمتاع بهذه السياحة. وها هو المتحف سيولا. موقع هذا المتحف وهو في زاوية من الطريق شارع تنجوان، ولا يعرض متحف سيولا تاريخ سورابايا فحسب، بل يقدم أيضا معلومات حول تطور مدينة سورابايا حتى الآن. وأخيرا إذا تذهبون إلى سورابايا لا تنسوا أن تحاولوا ركوب الحافلة سورابايا. لأن ثمنه رخيص جدا، يعني 2500 للطلاب و5000 للعام. هيا ماذا تنتظروا؟ تعالوا إلى سورابايا.